ازيكم؟ عاملين ايه؟ لو اول مرة بتشوفوني فانا فيولا ميلاد، مهندسة معمارية. فيديو النهاردة هنكتب مع بعض رسالة لطيفة جدا باللغة الانجليزية، حاجة كده ترجع لعصور الرينيسانس العتيقة من القرن الستاشر. حاجة جميلة قوي ان يكون خطك مرسوم ومتميز ويكون في اهتمام كده، شيء يرجعنا للعصور القديمة بتاعت الرينيسانس اللي كان فيها اهتمام كبير جدا بالتفاصيل وبكل شيء حتى الكتابة. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر، وانزل لكم فيديوهات اكتر فيها معلومات تفصيلية اكتر عن الرسم او الخط العربي او الانجليزي او الهاند ميد او الارت جورنال والسكاتشز الكلاسيكية. لو حابين اني انزل فيديوهات تفصيلية اكتر عن ازاي نبدأ نتعلم فن الخط الانجليزي من البداية، من اول الحروف خالص، والخط ده كان بدايته كانت امتى وكل التفاصيل دي، سيبولي كومنت، لازم تسيبولي كومنت علشان اعملهم. يلا خلونا نبدأ الفيديو.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لناس اكتر، واعمل لكم فيديوهات فيها معلومات اكتر. اشوفكم فيديو جديد يا شباب، باي.